إخواني أخواتي، سلام الله عليكم. مرحبا بكم فيديو جديد على قناة مفتاح العقار. اليوم وبفضل من الله عز وجل كنقدم لكم هذه الشقة للمساحة ديالها 92 متر مربع. شقة جات في موبل سكني سفلي سكني زائد 3 طوابق. بالنسبة للمساحة ديال الطوابق 3 هي 92 متر مربع. هذه واحدة من الشقق اللي كنصوروا لكم، هما من ناحية الفصالة والفينيسيون يعني كيتشابهوا ما شاء الله. يعني اللون ديال الشقة اللي هو كيقولوا اللون الصعب وفي نفس الوقت السهل اللي هو اللون الأبيض، يعني كيمشي مع جميع تجهيزات إن شاء الله. يعني فرش بنادم باللون اللي بغى، يعني هاد الصباغة كتمشي مع جميع الأنواع ديال الأفرشة. بخصوص الثمن ديال الشقق، نبدأ لكم من الطابق الأرضي اللي كيبقى بثمن ديال 56 مليون. المساحة ديالو تقريبا 110 متر مربع، فيه 3 ديال الغرف وجوج الحمامات ومطبخ مجهز وصالون ولاكور. أما بخصوص الطوابق الأخرى فالمساحة كيف ما قلنا هي 92 متر مربع. بخصوص الثمن كيبقى كيتراوح ما بين 55 و57 و59 كل طابق والثمن ديالو. بخصوص الطابق الأول كيبقى في حدود 59 مليون، والطابق الثاني في حدود 57 مليون. أما بخصوص الطابق الثالث كيبقى في حدود 55 مليون. الناس اللي أول مرة كتشاهد الفيديوهات ديالنا، ما تنساوش ديروا لنا جيم الفيديوهات وتابوناو عندنا فلاشين باش هكذا يوصلكم دائما الجديد بخصوص العقار. على بركة الله غادي ندي طي معكم تفاصيل ديال هاد الشقة، ابتداء من الباب ديال لونتخي اللي جا على هاد الشكل، باب من الأبواب التركية بلاندي وديزاين رائع ما شاء الله. على اليمين كنلقاو الغرفة الأولى. بالنسبة للأبواب ديال الغرف كلهم كيبقاو على هذا الشكل. هذه هي الغرفة الأولى، غرفة بمساحة كبيرة وبفينيسيون ممتاز ما شاء الله. بالنسبة للشراجم ديال الألمنيوم جاو من نوع جيد وجاو يعني بواحد المساحة كبيرة أو لا جاو كبارين ما شاء الله. صباغة الخيال، مخدومة خدمة متقونة. بالنسبة للبلافون عندنا النيو وعندنا السبوت ليد ما شاء الله، لي بواني مخدومين على هاد الشكل. أما بخصوص لاستراسيون ديال التلفازة كاينة عندنا في البيوتا كاملين. عندنا هاد السيجور اللي جا بواحد المساحة حتى هو كبيرة، وعندنا فيه هاد البلاصة فيها بلاصة ديال التلفازة، وعندنا بلاصة ديال التليفون أو الواي فاي مع بريز هنا مع التليفون وبريز ديال التيفي يعني التلفازة. وعندنا في هاد الكوان اللي جا على شكل ال عندنا فيه بريز. بالنسبة للبلافون ديال سيجور جا على هاد الشكل، النيون في الصفر و السبوت في البيض ما شاء الله. دائما على اليمين، على اليمين كنوجدوا غرفة النوم اللي هي هذه. في الدخلة كنلقاو الحمام، الحمام اللي جا على هاد الشكل مخدوم بالزليج حتى للسقف. سانيتير لا مارك راها معروفة في السوق،
بالنسبه للسوارت او البريزات ديال الشقه ككل، ماشي غير هذه الشقه، يعني نوع ممتاز. شرجم كيطلع على لاكور، كاين واحد الاختلاف في اللون في هذا البيت نعاس غير فاس واحد، اما بالنسبه للجهه الاخرى كتحتفظ على اللون الابيض. عندنا بالكون، هذا هو الباب اللي كيخرج للبالكون. بخصوص البلاكار، بلاكار كوليس جوج البيبان، كاين عندنا لي زيطاجير في جهه والجهه الاخرى كتبقى فيها البلاصه ديال التعلاق ديال الحوايج، وفيها طاجيره الفوق بحال الشكل اللي المعتاد او المألوف. دائما على اليمين كنوجدوا المطبخ، المطبخ اللي ما شاء الله عصري، مواصفات يعني عصريه، البلاكارات حتى السقف، اللون يعني كاين تناسق في الالوان. عندنا الطبله في الكهل، بالنسبه للبلاصه ديال ماشينا لافي هي هذه، وبالنسبه لافيسال هي هذه. بالنسبه للتريو راه كيف ما كتشاهدوا، عندنا الفرن وعندنا البلاك وعندنا لاهوت. بالنسبه للالوان كيف قلنا، المارون فوق والابيض والنوار، يعني تبارك الله كاين واحد التناسق. عندنا هنايا صباغه ديال ستيكو ما شاء الله، عندنا الغرفه الثالثه اللي جات على هذا الشكل. دائما البياض في الصباغه. عندنا هذا لينيش بالنسبه للناس اللي بغاو يحطوا ديكورات ولا كتوبه ولا الى ذلك. هنا عندنا بلاكار كوليس ديال الخشب نوع جيد، جوج ديال البيبان، وعندنا واحد اللمسه ديال الصباغه اللي جات هنا، وعندنا بالكون اللي الباب ديالو هو هذا ما شاء الله. بالنسبه للناس اللي بغاو يتواصلوا معنا، الرقم ديالنا اللي هو 07 66 78 30 12، طبعا عندنا فيه الواتساب. كيبقى لينا دابا الصالون، صالون اللي جا المساحه كبيره ما شاء الله، خدمه متقونه تبارك الرحمن. بالنسبه للشراجم كلهم كبار. بخصوص الشمس، الشقه مشمشه او مجموعه الشقق كلهم مشمشين. بلاصه التلفازه كيف قلنا راه كاينه في البيوت كاملين. سيجور راه مساحه كبيره. دابا نصور لكم الحمام ديال الضياف، حمام جا بهذه المساحه اللي هي كبيره، الزليج مخدوم ومتقون مزيان، سانيتير نوع جيد، عندنا الباسك وعندنا المرآه. بالنسبه للانستالاسيون ديال الضوء، انستالاسيون على حقها وطريقها. اخواني اخواتي، الى هنا ناتي على نهايه هذا الفيديو وعلى هذه الصوره الجميله ديال هذا المطبخ. ودعكم ان شاء الله، نتلقاكم في صحه جيده وفي عرض جديد اخر ان شاء الله. الى اللقاء.